اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من ذا تشالنج ليميسيون اللي استنستوا بها كما العاده. تجيكم كل نهار اثنين 7:30 العشيه على قناه سونغون. اليوم ضيوف سبيسيال شويه, في مضيف تو نجيو من بعد. الضيف الاول هو ذاكر الواتي وكيل اللاعبين. مرحبا بك سي ذاكر. مرحبا. عجبتني البرنامج كي العادة. هاي كي العادة. سبعة تفرجوا فيك. سبعة. سبعة. يز في البرك. والله في البرك. مرحبا بيك. وبيك عايش. مرحبا بالضيف. شو اللي تحب تقول للعباد اللي تفرج فينا؟ والله تسنى وحصة ممتازة وكلها ثقافة وعندكم برشا معرفة في الضيف اللي عندنا. بصراحة إن شاء الله ما تعديش كاميرا. نخد واحد. الضيف متاعنا هو صديق حميم رقيق, عنده كارير كبيرة ياسر في الميدان الرياضية. عنده شنو عنده كارير كبيرة راه فيش غير انت ما تعرفش فيش فيش. رحبوا مع رحبوا مع بعض الرياضية. هاي مدينة رياضية فيها من فيش ليش في الميادين. الميادين الرياضية. ميادين الرياضية الكل. هذا كليش سبور مشي كلاعب كمسؤول كلاعب كمدرب كطبيب كان طبيب كان كيني زيدا طبيب زيدا. هاي قدموا رحبوا مع بعضنا بالفنان جعفر القاسمي. شكرا شكرا رغب على رغب على ما والحقيقة موجة التنمر اللي تعرضت لها قبل قبل الميسيون وفي وسط الميسيون وفي وسط الميسيون ذلني جابني في كرهبته ذلني ذلني خويا ذلني. معناتها برنامج رياضي هو ما يعرفش التاريخ ممكن مشكلته هو وانا ننزه السادة المشاهدين. المشاهدين يعرفوا انا كنت جول في الباسكيت. فهمت النوعية بتاع التنمر جول في الباسكيت. بو مش مشكلة هذه الساعة لي كومنتير تو تو تشوف لي كومنتير. انا مارست رياضة صغير الحقيقة الناس تعرف انا نعرف ان شاء الله طبعا. بربي خنقولها الجملتين خنقول خنروحوا خنقولها الجملتين. والله بدايتي كانت صعيبة حتى حد ما كان ممن بي. أنا كنت ميسي لعبت في أول بدايتي في مستقبل المرسى وقتها شو دوب ما شافني الانترنور ذكر كيما تو قال لك ماكش بتاع كور قال لا لا قال هذا هو القوم اللي لوجوا عليه. شو القوم؟ قوم فسخ كنت فسخ في الجوارات فسخ فيها على بعضك يعيطوا لي القوم. عديت عامين قوم وبعد وليت بريه كومبا بريه بعد وليت كومبا خاطر عندي فاز انا ندور في المليو ندور كل بسيقي اليمين كل 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 كومبا. الجمعيات اللي كورت فيهم الكل الحمد لله طاحوا للديفيزيون. ما ثم حتى مقابل انتصرنا فيه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا فضل ربي الحمد لله. دونك اليوم باش نختبروا ثقافتك. ومن بعد كي سمحني نكمل لك الكارير بعد كبير اي قلت لك كارير كبير كي مشيت في المليو كنت نجرب جارديان عيطوا لي تشاشا تشاشا. الكوره اخويا منا وانا تشاشا منا بارك الله عليك والحمد لله نفس الشيء فما الريفليكس. المهم في جمعيتين كورت زوز زاد سقطتهم للقسم الثاني. ومن بعد دخلت القسم التدريب دربت. شكون دربت؟ باقي في المرس الجول اسيس هذيك اي فوتبول اسيس فوتبول اسيس فهمني دربت وندخل للجوالات نقول لهم ربش انا بوكات كاتروا وهي اسيس تليت مرتين تريح سمحنا لبرا قالوا لي مشيت دربت لبرا وقتها في البيراندا الحمد لله يا رب الحمد لله يا ربي. اما ربش نربحوا شوف انا ما لعبتش الحقيقه ولا حتى ما نلعبوش هو تو دومين أجان أخوي كبير وكذا. أنا أذكر اللي هو الصديق الساعة أخوي فهمتني وهو صاحب العاملة قال لي أخوي نمشي والراغب وأنا رين جيتك لأني نحبك على الأخر حتى أنا أذكر أنا مشيت لعرسك برجولية ولي لا 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 برجولية الأولاد ورا بعض ماذا ماذا مشيت بالله باهي الحلو كله عرس عاد بالله حلو وغنى وغنى وغني والله قلبه باهي والله غنى ودي سايب من الكورة قلبه باهي حتى في الكورة نمن باهي قلبه باهي قلبه بيه ذي عايشك زعفور إن شاء الله ربي هنيك لا عاد لازم العبيد تعرف عاد هو في بالوش بيك اليوم موجود في باليش والله ما في بال والله اللي في بالوش ربي ما عجبك الإكستريم والله اللي في بال السادة المشاهدين ما في بالوش كلمته قلت له خويا يا ربي عطا خير وبرنامج وضارب وكذا ما تعيطش لخوك يا اخي كبس روحه هيك بس روحه قال لي والله حكيت مع اسلام عندي اكستريم بعد طلعت وحصري حصري مع اسلام والله خممت فيك يا جعفر وكذا وانا ديجا ما سمعتش المساج هذاك سمعت قال لك هو مد اخرى واسلام يجي على جنب
لا لا تيلي تيلي وخيلي في القناة ما نجموش نسيبوا على جنب. لا ولا لا ولا لا. أما ربش قولك حاجة ذكرها وقدم السادة المشاهدين تهديد فيه يعتبروا تهديد. أنا راني باش نربحك متأكد؟ أي أنا ذي اللي نحبه أنا ذي اللي نحبه في الميسيون نجم جبوه حميد أنا ذاك راني باش نربحك. أنت حقرتني ياسر ذاك باش نعمل مسلسل دوار وحط لي موسيقى الدوار حقرتني علي خوي ايش ما بينك اي فلس اسمها حق ايده طويل اغزرن ايش نعمل برا قربوا لي شوي قربوا لي شوي تنقربوا لي شوي وانا انا بطا بساقي سيبوا هكا به هكا جاونا به مازال مازال ديجا هذا من بعد باش نستعملوه مش تو به مش تو به باش نبداو بالفقره الاولى باش نشوفوا الثقافه نتاعكم الكرويه. نعم سيدي بالفقره الاولى اللي هي نون ستوب به نبداو السؤال الاول كاسح شويه سمي انديه فرنسيه بجميع الدرجات معنا كيسوا كيسوا ديفيزيون 1 2 3 قديش سمي سمي بالكعبة بالكعبة ذا سؤال يحتمل برشا إجابات أوكي بالكعبة بالكعبة أبدأ ذكر لا خلي يبدأ لا 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 بدنتي لا لا بدنتي لا سنتيتي بي إس جي شفتوا ماشي المعروف امشي بابا حتى سنتيتي المعروف مغسي قلت نونت لا لا مش بوردو فرنساوي جعفر بوردو موناكو سوشو 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 موناكو اوكسير 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 عنده وقت عنده وقت يخمم فيها اوكسير اوكسير عنده وقت عنده 10 سكوندات نشكر فيك وجيف لا 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 تهنى تهنى عندي عندي انا حسب اوكسير انا قلت لك اوكسير ليل ستراسبور ستراسبور نيس نيس نذكر فيها لوفر لوفر ليل نيس نيس الكور فيها عدل سليمي لحظة خمسة قلت قلتها أربعة قلتها ليل جرنوبل جرنوبل هاي عندهم عندهم كيف عندهم جمعية ولا عندك وقت عندهم جمعية عند انت هالوقت خمسة انت هالوقت لا لونس لونس هاي لونس تم جمعية حلت اللي كور فيها جارديان هذيك كور فيها عندي جارديان لا بلجيكا هذيك خمس نجم تحسب ليل اثنين مونبيلي 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 تذكرت ليكس لولا عنده حق في ثلاثة غلطات كل واحد عنده حق في ثلاثة غلطات راه ليكس لولا هذه باهي ليكس لولا عندك انت كون كان تخدر فيه اي هاي صفا وخيتها بتصيف صفا لومون Le chant, le chant. C'est le chant. Conjugaison. 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 سكرة لا شنية دخلني في عيد قالك سك سك سكر عندك ذاكرة سنتين انا قلت اقسم بالله انا قلت سنتين افسي باري افسي باري عندك جاف وراح مدوبة ليه زوحت كيف عندك انت عندك تولوز تولوز هاي ما تسميتش وليدي على الساعة تولوز هاي عادي دوك به هاي عادي هاي تولوز زكها وفيلو هاي عليه عليه ثلاث وفيه اقسم بالله وفيه اثنين والله وفيه تولوز هذيك واحد رحمن هز الثانية ذاك شير مزيت واحدة عنده زغلات وانت عندك زغلات مزيت واحدة عندك كل واحد انت تسايب التوبيش رحمن عندك به انا طوال هاي انت جرونوبل قلناها قلناها جرونوبل يفصل لورون فما جمعية سهلة ما قلناش فما جمعية سهلة ما قلت هي سهلة ما قلنا هي خمس لي أربعة نون مرسي شوي شوي امشي عاد امشي عاد واحد امشي ليكس الثالثة جافر النقطة الأولى الذاكر ما ناش بعد على الخزمة ماش بعد والله مريقل والله مريقل ماما واللي استفاه محمد مريقل يا ودي ما يعرفهمش كورة يا ودي مشي عمل فيهم عروض مسيل شاف جغرافيا يا ودي بلدان عمل فيها عروض اي في بالي نعرف ما يعرفش كورة يعرف اما هما ما عندهم جواب
اش قال؟ ها؟ نعرف اللي انت مش سمير وجواري تلعبوا فيهم؟ لا لا ما غير سمير سيب جيب سمير يا اوه حزازه لا سمير لحظه لحظه سمير 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 اللي بعد مازال عندنا برشا اسئله سمير ولدنا حاتم ما لعبش في نيس ده شكون حاتم بنعرف خلي اعتزل لي خويا حاتم خويا حاتم علي لعاب دينيس ولدني بي اس جي مبابي لي زغازو الاولاد جاوا باه شنو تو نلعبوا ها يا سيدي نمشوا للسؤال الثاني مازال هذه النقطه الاولى شو تو واحد شيء واحد صفر على قديش ها على قديش على مية انا نلعبوا هي ودي نشوفوا الناس 20 سؤال مازال بك وقت يذن الصبح لا لا نكملوا قبل الصبح باه السؤال الثاني سمي انديه فازت بدوري ابطال اوروبا ايكيبيت هزو تشامبيونز ليج تاع اوروبا يبدا جعفر وحل ريال مدريد اوه يا ويني برشلونه مش خليك السوربريز الاخرين تعرفهم يا ولدي عندي كعبه اقسم بالله مخبيه لك مش نورمال والله 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 اسكي سرابت هلا في الاخر قلنا ريال برسا ليفربول ليفربول بايرن بايرن هزت تاع جارديولا شو اسمه مانشستر سيتي فوالا مانشستر يونايتد بلي يا حلو نمشي للطليان تفتفوا من ايطاليا برا نقولوا من الفريق برا نقولوا ميلان والله باهي تفكيرك اقسم بالله اليوفي ضرب لي ايطاليا اليوفي ثم كعب اخرى في ايطاليا يظل ميلان هاي انتر ميلانو انتر ميلان طيب شنو دوخك به مرسي هاي باش نعطيك كعبة بين النواظر طبعا وباش تقول جعفر في الكورة ولا مخك باش يروب انت مخبيها في الاخر هذيك هاي عندي انا بورتو توا انا باش نعطيك وعدة قريتك وين الشعر مسبسب مسبسب الشعر مسبسب انا باش نجرحك فيها بوروسيا بوروسيا دورتموند هي بقى قلنا بوروسيا دورتموند فما حساب ولا بتقعدوا فما 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 كيما عاد انت شيخ انا جاوبك شيخ على شيخ على جعفر باش نربحوا الوقت هو اللي قاعد يربح الشامبيونز ليغ قلنا الشامبيونز ليغ ما غير ما تعاود جعفر عندك وقت راه ليه ليه لحظه المانيا ايطاليا اسبانيا فرنسا حتى كعبه ما هزت فرنسا مارسيليا لحظه عايش خويا لحظه بورتو واحد ليك لولا جعفر عندك هذاك ليك لولا خم تو الانتر الانتر قالها ليكس لولا قال انتر ميلان قال انتر ميلان قالهم الزوز اي ليكس لولا ذاكر نابولي 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 ظلي ما زاد الشامبيونز ليغ ايه يا ولدي شي ناب يتسوقوا لا ما زاد الشامبيونز ليغ ليكس الثانيه جعفر بيتزا نابولي عندك عندك لا لا ما يقولوا حد عندك وقت شو مك فيهم تهنى ما يقولوا حد خمس اربعة شامبيونز ليغ ريال مدريد مره اخرى لا لا ليكس ثانيه باش كي بيترو ما سميتوهمش شو اسمه ثم ريال مدريد وثم الاخرى اتلتيكو مدريد اتلتيكو مدريد غلطه ثالثه دو زيرو كما تطلعش غلطه ثالثه دو زيرو كما تطلعش اتلتيكو مدريد هزت بنختار اسلام تكلم في مدريد ما هزت شريتها ليكس الثالثه جافر وليه ليكس الثالثه النقطه الثانيه النقطه الثانيه الذا لا لحظه لحظه يولي يبدا هو خويا لا ما نولي نبدا انا لا ما يبدا ويبدا واحد اخر واحنا نتفرجوا لا 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 عملت لك كيما لا عملت لك كيما لعبت كلها كيما الخرب نحط انا ما بغيتش افسرك حاجه انا ما نحبش شو شو ما نحبش فاينورد اجاكس نوتنغهام فورست اجاكس ليه اجاكس تاع البلار سمينو شكون لعب في الاجاكس مسيرش مسيرش 2-0 تاو مازال تراو لعب انا عندي تكتيك كيف البرنامج باش نقول لك عليه شنو قاعد انا فاهم 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 التكتيك هكا مريك باه السؤال الثالث هذا سهل هذا سمي لاعبين يلعبوا في الدوريات الخمسه الكبرى معناها يلعبوا في الاوروب في ايطاليا فرنسا اسبانيا انجلترا والمانيا اوكي تو حاليا يلعبوا تو مش معتزلين يبدا وين يلعبوا؟ يلعبوا في فرنسا المانيا ايطاليا انجلترا واسبانيا خمسة الكبرى فرنسا المانيا ايطاليا اسبانيا اسبانيا فوالا يبدا الاسم او اللقب بحرف الام محمد صلاح مبابي ما مودريتش ما
منين جبت جعفر؟ خليش استفزك، تخم في اللي بعده ديما. خمس خم أربعة ثلاثة إيه بالإيه ما ليه بالإيه اثنين منو بيحدد واحد ليكس لولا ذكر ماك مانامان ما تزل أي ما تزل ليكس لولا جعفر ليكس لولا جعفر عندك ذكر عندك ذكر بالإيم بالإيم مازالوا يلعبوا طول الاسم أو اللقب خمس أنا منش قوي في الاسم أربعة احكي لي على الخليج تونجي ثلاثة اثنين واحد ليكس الثانية ذكر مايكل شمايك لا ما لا مايكل اعتزل ولده لحظة كاسبر بطل اسمه في كاسبر شمايك عندك واسمه بيتر مش حتى مايكل مش بك تغزل اسلام برجي عندك ذاك هو مجاوبش معنا مش فيه اقسم بالله في الوقت دقيق أربعة اقسم بالله في الوقت من بك تعاونوا فيه تيلي عاد اثنين محسن جندوك واحد ليكس الثالثة بالذاكر والنقطة وين يا عالي يا عالي راني بعيد راني مرفمش الكورة راني زوالي سيدة ما حشيش بكين وليت خمبوس كيربح ليش كيربح ما كلمتي ما عملكش هكا ما عملكش هكا ما عملكش هكا تيزبلو خمبوس ها انت عادي انت عندك المعلومات على الاقل اجور والله مش اجور زيدنا منها ما ذوما بالان ما مشاش بسميلي انت واحد بالان فما بر بسميلي انت ما باش لا لا دقيق سميلي منشترك مش ما تدي مش يلعب تو ما تسميلو بعد احد هو راهو في ماتسون مثلا هو دقيق خويا ماتسون مثلا تاع هولندا هو راهو اسمه مرموش شو مدخلك مرموش هاي يلعب في المانيا شو مصطفى محمد هو يلعب في فرنسا هو راهو في الاصل اسمه لا وش اسمه خدوش عندي ساعة شو اسمه تاريال في كل واحد البرازيليان اسمه فينيسيوس ترى بجوبي محمد ترى بجوبي محمد ما قلتوش أنت نسيت بسيط نشوف السؤال الرابع سهل سمي منتخبات فازت بكأس العالم هزت كأس العالم شو أبدأ ذكر طب الأرجنتين جيزيت أنتر تونس والبرازيل برا قولوا البرازيل غلط فرنسا هاي ألمانيا إسبانيا قولوا إيطاليا الأوروغواي قولوا الإنجلتير نقطة جاوبتوا على أعطيت الإجابات الصحاح الكل كملتوهم المعنى المنتخب 3-2 سكور تو باه نشوف السؤال الخامس نعم سمي فرق تونسية نعم فازت بلقب واحد على الأقل في تاريخها منذ الاستقلال من الاستقلال اليوم على الأقل هذا التيتر نعم سواء كوب ولا بطولة ولا أي نعم. تيتر باه يبدأ يبدأ جعفر نقولوا الملعب التونسي باه نادي الفريق نقولوا درجة الرياضي التونسي نقولوا نجم الساحلي نقولوا لقب بطولة ولا كاس كاس بطولة سيوتي الأولمبي البيجي نقولوا مستقبل المرسى اتحاد المونستيري ازاي بروح كذب هي تكحة كاس ولا بطولة يربع في الوقت ابدأ جرجيس ما سمعتكش جرجيس عندك نادي البنزرتي ايه خلي لك فريق ما بين النواظر خلي هولك كان نطلعوا أنا خسرت قولوا الملعب السوسي ملعب السوسي غلط لا ليكس لولا جعفر ندي حملنف حملنف امشي امشي في جيبك وحيدة ما تحكيش خبي هولك في التركينك عاود اسألوا بطولة ولا كيس خمسة بطولة كيس أربعة قولوا جرومبيليا اثنين ليكس الثانية جعفر مش في بيلو في رمضان مش يشيل الخبز جرومبيليا شبيبة القيروان شبيبة القيروان بطولة ايه. عم 81 هاي نقولوا لا إله إلا الله
ما خليني لبقى لي مازال فما راه ليه ليه ولا مازال مازال ومازال وبرشا فما خلينا نفكر خمس نقول وتسيك حديد السفيقسي نادي السفيقسي لا 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 نادي السفيقسي لا 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 انا غلطت لا 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 انا غلطت انا غلطت لا 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 اقسم لا لا غلطت لا 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 نادي السفيقسي لا لا نادي السفيقسي خليه في سكاك حديد السفيقسي خلينا نشوفوا جيت خلينا نتاكدوا من الفار لا يقول بعد نادي السفيقسي لا محمد لا حطيت النجم يقول النجم يقول خطيتك انت قلت حديد السفيقسي غلط رالوي اي متاكد من هذا لوي نادي السفيقسي لا 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 وشو بتجيب انت لا وشو بتجيب لا 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 سميناه الكل لا واخويا الحمد لله اخويا انصفنا الفار نقطه نقطه وفاول انا باش نقدم الصراز انا ما عندي ثقه في الفار انا ما عنديش ثقه فيه هو اخويا وانا ما عنديش في ثقه فيك وفي الفار وفي العروس خويا وفي الضو زاد على الضو لا لا اعطيته لسامي الكل اعطيكم الصحه خويا رغم بعد اذنك خويا رافع راغب استاذ برافا في الراديو خويا لا 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 نعرف انا علاش خويا خويا ركز معي انا خويا راني جديد في الدومين هذا وما تعلمتش على بد وماشي معاه كابا كابا اربعه مقابل ثلاثه لا ولا تكسح والله العظيم الساده المشاهدين يعمل لي ضغط قبل الدخول قال لي باش تخرج ما مهزله والحمد لله الحمد لله الحمد لله انا خاف انا خاف على مشاعر صاحبي وانت انسان معروف حدك في الحومه معروف ما انت قاعد نعاون فيك بربي يقولوا ما يعاونيش اي ما تعاونوش ماش تعاونوا ذاك احلف والله ورحمة امي اللي تعاون والله والله اعطيك في باريس ورحمة امي اللي تعاون دقيق دقيق لا خليك ما تعاونيش برحمة المعلمة شكون على تاك باريس افسي باريس افسي قلت لي افسي قلت لك عاوني انا ما قلت لكش افسي قلت لك افسي باريس افسي باريس قلت لي انت بفمك عاونتك هو قال لك هو قال لك شكون اللي اعطاك النادي السفيقسي لا نادي السفيقسي انت عثرت فيه لا انت في العتبه ضربت مش مستنسل مش مستنسل بالبرامج لا باهي سيدي هاي هاي نشوف الفقره الثانيه اللي هي انزل على البوطون باش نعطيكم اسئله واللي ينزل ينزل ويجاوب راهو يجاوب قبل ما ينزل راني ما نعطيه حتى بوان باهي اوكي نعطي البوان للاخر ينزل ويجاوب لا لا يخلط امريكا باهي سيدي السؤال الاول لا 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 باهي يدك لهنا 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 يدك شفت طاوله يخلط قبل لا لا ما يخلطش قبل مرجلين لا لا اعطيكم ديستانس من بعده شويه ها لا لا حط يخم بعد وقت شويه باهي يدك عط شفت فوالا لا بربي لا بربي ثم علم يده اوغز بسم الله ما شاء الله اما تخلط انت رمد يدك تي لا ترغب تي لا هاي لهنا رجل يعمل لك يقصر انا كي تولدت يدي في كبريت باهي سيدي سمي من فاز بدوري ابطال اوروبا سنه 2002 ريال مدريد ريال مدريد اللي جابها صحيحه برافو جابها الله ونيت الله ونيت لا 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 مثلك والله لا اعطيته شيء يا ودي هي ثم واحد غير ريال مدريد ثم واحد انت مش تنزل لحظه لا اقعد اسال السؤال من فاز من فاز بدوري ابطال اوروبا سنه 2005 لا لا قول لي 2006 اي 2005 2060 1805 قول لي من فاز من فاز بدوري ابطال اوروبا سنه 1805 ريال مدريد هو ما عنده غير ريال مش سامع مريك به السؤال الثاني سمي سمحني ساكن يضرب وما يجاوبش هو غلط ما يجاوبش هو غلط اما انت يزمك تجاوب ما نربحش انا البوان ما تربحش البوان الا ما تجاوب انت انا خليته يضرب له والخط لا 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 انا خليته يضرب له والخط سمي نادي اوروبي يبدا اسمه بحرف عرفت لو علاش نزلت انت علاش نزلت عندك ذاكره لا جو خلي عندك ذاك فريق اوروبي انت نزلت قبل ما نكمل ما تفرجوش البرامج اللي يخرج يعاودوا من الاول لا ما عاودوش من شوف عاود يبدا بحرف ما كملش الراجل شوف سبايدر مان انت مطمط جاكي شون تاع الكوره مطمط هاي حرف تفضل يتكلم في بلاستيك لا لا مش كلام بلاستيك خاطر هذاك القانون بالرسمي ما نكملش السؤال ما كملتش شو ما تحكنا هكا لحظه برك الا ما كملت السؤال ابشن ابشن فسرت شو بتستانس بين الحبه دول شو مشيش الدحدح مدام انا ما كملت السؤال وانت نزلت جاوب على قد اللي قلته انا مشيت الدحدح هاي تفضل ذاكر عندك وقت راه بدي شو سوي انا وصلت اسمي
نادي أوروبي يبدأ اسمه بحرف وانت مش ليفربول غلط يبدأ اسمه بحرف الدي. دورتموند اللي جابها صحيح. خمسة أربعة الجافر رومونتادا رومونتادا وجاب القطو وجابها بالستة وعملها من كل ساعة كل واحد يرجع لي اللي كلاه يا ربي يا عالي نورت العيلة. آه يا سيدي شو السؤال اللي بعده رومونتادا من جعفر برجولي تكسح أما زير مازال مازال فوالا باه ساهذي حتى الفلوس لاعب مسكين والله العظيم خليها هكا سبا هكا مريق في الوسط قبل توصل الغادي تو قرب الوسط بدي لاعب سمي لاعب سمي من هو اللاعب الذي يرتدي الرقم 9 حاليا في نادي ريال مدريد ما نعرفوش احسن من انا نعرف ونعم طبينا نعرف والله كان جدا بنقول مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك ماما والله ما تفكر عشته بيدي وهبط طول على قلبي سمى ربي انا ما نعرفوش عندك ذاكره انا وقت انا وقت اعطيه وقت رقم 9 في ريال مدريد 5 وتوا رقم 9 4 اي تو مش بنزيما 3 اوه مش بنزيما غلط مبابي مبابي اللي جابه صحيحة برافو مش تصدق كامبيوني كامبيوني لا اما انا كده مروان اللعيب النفوذ والجو ودي جاب لهم من الفيل جاب السترونات اقسم بالله جاب المال عملهم الكل هكا هكا بيه يعملنا مطوى جايبي لي هذا ضعيف مهز لجيب لي واحد يفهم بالكورة نقول لك حاجة يدك اللي هزوا الشامبيونز ليج الكل الساعة نادي صفاقسي مادي تهلوان اقسم بالله سميت الرلوي قال هو نادي صفاقسي عندي زعب الحليب كيفية طبعا ذاكر جاو جاءت فارس بنزيما بنزيما في الاتحاد توا قلت يسألني على الخليج نعطيك ما قصوش الذوز لا لا ما قصوش مازال 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 الاسئلة نمشيو للسؤال الرابع تحرق الحلقة السؤال الرابع قبل الاعتزال ما هو اخر نادي لعب له حاتم طرابلسي سيتي مانشستر سيتي اللي جابها صحيحه برافو ذاكر ستة خمسة جعفور اي زي ما خلص السؤال السؤال الخامس ما هي جنسيه اللاعب لا لا وخروا ساعه وخروا ديك وخروا ديك وخروا ديك وخروا ديك وخروا ديك بالتالي ذاكر وخر لا لا مش توخر خفيف خيد وكبره خفيف كنت كريف ولا لا كان لا لا وخر يدك هذه زاد حتى هذه وخر لا لا ما هي جنسية اللاعب أمارو نيجر النيجر اللي جابها صحيحة كرني خليت والله كرني خليت بضرب أمارو بتاع ستاد لا بتاع المسيح لا لا بتاع ستاد بتاع المسيح هو هذا بيتر أمارو والله هو البيتر هو البيتر ضيع بيلانتي مع ضد شبيبة العمران طب او طب ضد شبيبة العمران ما عدوش ما تفتي والله تفرجت فيه وين تفرجت فيه لا تتخيبون ما نفهموش نمشيو للفقرة الثالثة اللي نجم الملاعب نجم اللاعب الاول سمينا لاعب كارير متاع معروف كل معروفين كل معروفين باه وكلهم في الاوروب ما عرفش زين تسهل لكم باه اوكي باه لاعب الاول لاعب معتزل 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 ده المسيره نتاعو تخيل اسمه معتزل ايفرتون ايفرتون مانشستر يونايتد ايه ايفرتون ايه دي سي يونايتد الامريكي ايه ديربي كاونت الانجليزي بيكام بيكام لا عندك حق محاولة اخرى كل واحد عنده حق في زوج محاولات عاود لي كيبل سامحني اخويا من حقي ايفرتون ايفرتون مانشستر يونايتد يونايتد لعب في اليونايتد ايفرتون إيفرتون دي سي يونايتد الأمريكي فواياج لي روتوري ديربي ديربي كاونت الإنجليزي ماك مانامان غلط كل واحد مازال عنده حق في محاولة العوام أنا لا ما عنديش العوام
عندي المسيرة متاع اللعب مسيب هذا عندي كاريير متاعه انتو معطي ولا لعب في أربع فرق برك لعب في أربع أربع فرق لا خمسة أربع فرق أربع فرق إيفرتون مارتيني ذلك مش معروف لا لا معروف معروف برش معروف برش قلت دعمتم يا توني شكون توني 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 الكرمة مكسر بشوية 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 شكون توني شنو توني شنو انت يا عمد ما يعرفش حتى يحفظ تصبنوا بالزب توني اوتي تي بي تي مالك حتى تي بي لس تي بي ايه بيضا هاي هاي فك على امك هاي وين ترس وين ترس ليه ليه عاد اللي مات قول له يحلف امه بالقديم ياكل ياكل انا جايبه وانت مو عم المتر ياكل على ذاك ما خبركش على لا 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 انت لا لا السؤال هذا يلغى السؤال قول لا قول لك حاجه يلغى السؤال توني بروني روني اي يلغى السؤال او نعطيك زاد عليه معلومات لا نحكي لا لا نعرف تعرفه كوت سيزو كوت سيزو فك كورة مرة هو ديفونسور فكها ومشى مركها اي اي سنتر وخلط عليه احمر شوية هو احمر شوية والله بالحق ولا بالرسم كان كابيتان شو انجليزي شحبه اسمر فهم انجليزي فهم لا هذاك جنسية مزدوج لا لا اي هم اغلب مكان لا 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 يلغى السؤال يلغى السؤال في ورقة اخي هم يعرش من البعيد يعرش يقرأ شفيف هاي هاي ذاك راي ملغى ذي ملغى سؤال ذي لي لا هذه سرخة ملغى شو ملغى نحيته جملة خلاص إيه ما أنت واحد يسرخ في الباك يخليه يدخل عود يدخل الماتير الأخرى تفضل تفضل اسمعني ما عشت يا حتى ما عش عاون حتى واحد أنا توقعت على روح يدخل الماتير يأكل بشكوت يأكل بشكوت ويعملك خايب يسمي لي ضمتي يا اخي انا بالله شبيب ما كريش البشكوت ومقابلني وجاي عندك شبيب مقابلك انت برك بس اسلام اجا كل بشكوت ومن المتر من هاي نمشيو اللعب الثاني اللعب الثاني هو لعب حالي مازال ينشط معناه مازال يلعب مازال ينشط مازال يلعب لا لا ما عنده كابل شدد كابل باه بدأ المسيره لا عاد برجوليس لا لا سكيت هاي كل واحد على راسه دورنا الحيط دورنا الحيط زوز لا 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 معاون حد والله لا بدأ المسيرة متاعه في بيرن النرويجي هالاند بيرن هالارلينج هالاند هالاند اوه ولا معلم لا لا تخيخ تخيخ هالاند لا لا تخيخ نورمال مومنت تبديش بيه خد الظاهر باش تقول في النرويجي كارك بديت لا كارك بديت من فوق وتهاب هالاند لا 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 هالاند لا 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 تقريب لا تقريب بلاتو باش يتكسر لا 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 يا ودي هذا الطاولة بدي نجيب واحد اخر هاي اسمع غادي هالاند خويا ما تبداش بيه معروف كي تسمى لحظه برك انا جوارات الكل نبدا باول ليكيب لعب فيها فهمت جوارات الكل نبدا باول ليه 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 سهله والله كيفاش انت كي سهله ليه 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 تبدا من تيري وتجي جات الجعفر لا لا انا راني انا راني محايد على الاخر باه توك واحد يروح بالميكرو منه اللعبه هذه باه 8 6 الجعفر باه اللاعب الثالث هو لاعب معتزل بلا كمال شكون ربح كمال ولا كمال هو ربح كمال ربح هاي سيدي لا اللاعب الثالث هو لاعب معتزل بدا المسيره نتاعو في مالمو السويدي اجاكس امستردام ابراهيموفيتش ابراهيموفيتش يا رب يا رب سيبني سيبني يا ودي لو شو اسمه ما خدوش خد سكور خد سكور 10 6 10 6 مازال يزيزي خلينا لا مازال مطلع عليه وفت باي لحظه ساعه بشدوه بشدوه اول حاجه مازالوا زوج جوارات في الفقره هذه وخمسه جوارات في الفقره اللي بعده اللي هي على دو بوان مازال الجو مازال الجو نعتذر من احبائي لحظه مازال كشط على الحيط درت الحيط تاسكوت جيم هذيك امشي امشي كلاروس به لاعب الرابع هو لاعب حالي مازال يلعب تو يلعب بدا المسيره نتاعو في دينامو زغرب 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 توتنهام الانجليزي زغرب يسوي ريال مدريد ابراهيموفي مودريتش مودريتش الاجابه صحيحه نقطه للذاكر كان تعرف كان خمناش نعم السقف نقطة الذكر به اللاعب الخامس هذي المسيرة بتاعه قصيرة برش قد يسكر توا 10-7 على خاطر انت انا كملت المسيرة بتاع اللاعب تخو امبوان نقطة انا مرتين في هو مرتين في اثنين
كنتوا 6-6 مسيرته شنو هذه؟ هذه المسيره نتاعو قصيره برشا، لعب في زوز كيبات كهو. هاي آه ذكر بدا المسيره نتاعو في ريال مدريد، بورتو البرتغالي. هو لا اسمه لا 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 والله لا مات دور غادي شو جايبك حد لا لا ها لا مش هذاك سنة نسيته من الميكرو هذيك وقال لي عليه لا 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 قالوا في الميكرو ولا قالوا في الميكرو شو اسمه يا ربي ما لعبش ريال مدريد ما لعبش سامي البوست اي مشي طلع ولا خات دبر راسك يا ربي شو اسمه لا لا انا قاعدين انا قاعدين لا لا عندكم مقتره لا شو انا ويوفى الوقت وفي الوقت وفي انا نقعد البيت ولا هناك وفي ما عرفناهش شو اسمه ما عرفناهش عرفته عرفته اسكت لا عرفناه وحتى اخوي هاو باش تاخذ وقت ما عرفناهش باش تاخذ وقت لا لا بتكلم حد يا كمان متر يقول لي خمس مدريتش خمس لا 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 دقيقه دقيقه ابتدي عندكم وقت لا لا ابتدي هبط له مغادي لا 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 وفي الوقت هبط له الوقت في الوقت ابو سيدك ابو سيدك يا باشا امشي قصها مازال ما شنو مازال ما حسب هبط له خمسه شو اسمه لا لا الديفونسور ثلاث لا لا غال لا مش ديفونسور تيلا تاكون واسباني غال عرفت واحد مش تاكون جارديان وفي عليكم الوقت كاسياس كاسياس جارديان قعد سكور كما هو 10 سبعة عشرة ثمانية مشو الفقرة الخمسة عشرة سبعة عشرة سبعة مشو الفقرة الخامسة كل سؤال على زوج نقاط أنا هذا جوي صحيح تفضل بالصحيح باش نعطيكم زوج جوارات زوج أسامي بتاع جوارات تعطوني ليكيب اللي لعبوا فيها الزوز ينجم يكونوا مش من نفس الفترة مثلا نقولوا احنا فهمتك ما نعرفش هو ما يعرفش انا فهمتك كيقول مثلا كريستيانو رونالدو نقول مبابي لعبوا في ريال مدريد مزوز فوالا حتى مش في نفس الفريق احنا نسميه الفريق انتوا تسميوا الفريق فوالا باه اللي جاوب الاولاني ذاك هو اللي جاوب له اللي جاوب له كل واحد عنده الحق في المحاولات باه اوكي باه ما هو الفريق المشترك بين تيري اوري وزين الدين زيدان يوفنتس يوفنتس اللي جابها صحيحه برافو ذاكر ذاكر بدا يرجع 10 9 الفريق الثاني ما هو الفريق المشترك بين روبرتو باجو وبيبي غوارديولا روبرتو باجو بيبي غوارديولا جوفانتس لا نعم. روبرتو باجو لا لا كل واحد عنده حق في المحاولات روبرتو باجو خرج من ايطاليا روبرتو باجو بولوني عندكم وقت بولوني لا غلط كل واحد عنده حق في محاولته روبرتو باجو روبرتو باجو شكون اللي شكون بيبي غوارديولا غوارديولا الانترنور الانترنور لعبوا في الياباني دول ولا بالخليج بس تمش النصر زعما هي لحظه يمشي 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 احسب له اتلتيكو مدريد لا لا للزوز راهو نحسب اي اتلتيكو مدريد انا نتكلم معاه لازم نتكلم انت عندك محاوله برك هو كمل هو ولا هو كمل انت عم مازال عندك محاوله شو هو كمل معناته انا الثاني هذه ماهوش مش بالترتيب معناها اعطي الاسم اللي يخطف له كل واحد فهمت محاولات خمسه باجو اربعه ليش نسمي نحل صدق اثنين واحد في الخليج مشى عليكم الزوز بريشيا 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 والله جيت بريشيا والله جيت تقول بريشيا ولا لا نذكره روبرتو باجو نذكره بريشيا اما ما جيتش وديما يحكي عليها غوارديولا ديجا ساعتي ساعتي مش فريق كبير لعب في روما وبريشيا مش عملتي ميسيون مش مجيبك اخي داخل معانا ايش قاعد ايش قاعد وقاعد معانا يا سيدي نمشوا الفريق الثالث ما هو الفريق المشترك بين أوباما يونغ وهاب الخزري سانتيتين سانتيتين اللي جابه صحيحه برافو ذاكر الرومونتادا ذاكر يرجع سبق فيه يرجع سبق فيه اكل شاس هذيك 11 10 11 10 اكل مره وحاشم في الليل باه ما هو الفريق المشترك بين عمار جمل وبودولسكي يونغ بويز لا صدق في المانيا في المانيا اسمه سعيد هانوفر لا جيت عليك في المانيا تبع فيه شكون عمر جمل بودولسكي بودولسكي يودي لعبوا في كيب مع اتذكر هذيك اي لعبوا في المانيا لحظه في سويسرا لعبوا في سويسرا لا 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 ولا تعمل لا 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 قلت لكم لا
عندك يا في قطر يا في المان. شو هو اللي تعمل؟ لا 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 تسحر انت. لا لا مش لا هو يخمم، خلي يخمم. هاي لازم تعرف فيها، لازم تعرف. لا لا جرب يعاون حد مشكوت الميتك هاك اهو مريك يا ودي الاسم صحيح من لولو كذا حبش. خمس أربعة ثلاث اثنين واحد. لا دهمين مش عليكم سؤال. كل الألماني ينطق بالقديم بكري بكري خرجت لي جسمه بلومبيه بس هذا سؤال سؤال الخامس. باستثناء برشلونة ما هو الفريق المشترك بين داني ألفيس؟ داني ألفيس لا تخمد أركز فيه. داني عرفتوه؟ ايه. ورونالدينو بي جي. بي جي اللي جابها صحيحة. برافو 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 الذاكر قديش الانتصار الانتصار للذاكر 13-10. برافو والله لا مبروك ذكر. برافو جعفور والله يبارك فيك. وهذا الانتصار حضرته عندي عميد بنخدم عليه. المنافس هو ضعيف فما كلموني عليه. لا مش ضعيف لك الدرس. لا كلموني عليه شجعناه من المحاولات من عند المحامي قاري قانون هو يسمع فهمت. وحتى صاحبه لا غني خير منه خويا. وصرفت عليه عملت تربصات فوالا عملت تربصات البرا هو الحمد لله الحمد لله يا رب جعفور. وانت معاش جيل هوني معاش جيل. الله يبارك الله يبارك معاش جيل. اخر نار اخر نار اليوم. ومش كل واحد ومش كل واحد يجيو العرس ومعناتها يمشي معاهم العباد. الله غالب فهمت والله. تعرف ما عاونتو بحتى شيء. وماذا بي على مقابل التياب؟ ها نعم نعم ان شاء الله. بارك الله فيك جعفور يعطيك الصحة. ساعة لحظة ساعة قبل كل شيء والله أبهرتني والله يعطيك الصحة. شكرا اخوي رفع. مانيش رفع رفع في الراديو راه اخوي رغب. اخوي رغب الحقيقة ما نجمش نقدموا بالرياضة بالمستوى هذا مستوى ملاعب ضحل. ما عندناش بنية تحتية. اي اي والله تخرك على ذكر نملو تحكيم حقيقي ونزيه في عندنا. وايضا ما عندناش برامج رياضية مهزلة اللي صار. نشكر أولادي الكل لعبوا بالكدا قدموا كرة ممتازة فوليوم دي جو رغم الإصابة على مستوى الكاحل فهمني ولا لونتام دو ماتش لونتام دو ماتش فهمني ولا لعبنا على الجناب حاولنا ولكن الأدفرسير كان مسكر برشا ما تنجمش تلعب كراك ما تنجمش تلعب كرة هكا ما تنجمش تلعب كرة هكا. فرحان بالنتيجة هذه. احنا كجمعية مش فرحانين مش فرحانين. نادي قدم مطلوب ومازلت لنا برشا خدمة بعد التراب الحمد لله. يعطيكم الصحة نورتوني ذاكر يعطيك الصحة زعفورة يعطيك الصحة. وخال كلمة ممتازة احسن كلمة برنامج لا مش تقعد تسبوني انتم. لا 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 نعاودوا في الفروتور. لا 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 اوكي لا جاب البيتي فور جاب سامحني سامحني برنامج مهزله واحد طاح مستوى تاعو. يعطيكم الصحه. لا ولا بالحق وانا لا والله بالحق وانا تو من هنا باش نمشي ديريكت لوين نعمل رساله لكل الجمهوريه لانه فما برامج من حتى وساعات زاد وساعات زاد فما معناتها مستدعين شبوا البرنامج. يعطيهم الصح فهم جست خويا راغب. شوف نحب نتكلم شوف التاكسي لخاطر جيت معاه هذول باش نروح فيه ولا ماذا بي نبكي. لا 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 يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه. والناس اللي تابعوا فينا الكل خلونا لي كومونتير نقولوا للناس اللي تابعوا فينا الكل خلوا لي كومنتير على الحلقة هذه واعطيونا رأيكم. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. على خير والله اليوم نبي دي انت صار معطي على ذاك يا ودي بعطف ميساج يدور. لا 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 قالك تعرف شكون جي. لا هو قالك تعرف شكون جي. قلت له عندك برنامج دارك صاحبي تعرف شكون تجيب. بعث له ميساج وبدل
جاوبي برشا احترام السيد قال لي والله قلت انا مع اسلام والله يجعل كانك حرام ما تبقصش خويا هاو الله تصدق ولا مصدقش هذا مره نكلم اسلام قدامك ونحب نجيبك انت لو شكون معك فهمتني اما نحب نعملوش معنا هنا لا 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 السؤال هذا يلغى السؤال قل لا يلغى السؤال توني بروني بروني اي يلغى السؤال لا 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 افطار لا تسمع احنا سيزو كنت سيزو فك كوره مره هو اللي بغى يفكر ومشى مكان اي صدر صوت عليه احمر شويه احمر شويه والله العظيم مره برس كان كابتن هو شو انجليزي شاب اصلا طب انجليزي طب